نجم نادي الزمالك السابق، طبعا واحد من اللعيبه الكبار جدا، كابتن محمد عبد الواحد مدرب وادي دجله، اللي طبعا بنشيد بادائهم النهارده وعاملين شغل عالي جدا من السنه اللي فاتت، وطريقه لعب خلاص بقت جديده على الكره المصريه وبيتميز بيها وادي دجله عن باقي الانديه. كابتن محمد اهلا بيك. حبيبي نجيب، وحشني كتير. اخبارك يا حبيبي؟ انت اللي كل وحشني عام اكتر. وانت بخير وسنة سعيدة عليك يا ربنا حبيبي. يخليك. واللي ما شافش كابتن محمد عبد الواحد وهو بيلعب فاته كتير جدا، كان لعيب اشول، حبيبي كان يا لعيب نجيب، هداف، كان لعيب مهاري، كان لعيب حبيبي يعني متكامل. يعني حبيبي مبروك، الله. نقطة غالية من أهم النقاط في الدوري إن أنت تتعادل مع النادي الأهلي بترسانة النجوم، رغم طبعا عنده غيابات كتير، لكن إنك تتعادل قدام النادي الأهلي أكيد ده مكسب كبير جدا معنوي للعيبة. حقيقة مهم طبعا، مكسب كبير ان انت بتتعادل مع فريق بطل دوري وبطل بطولة افريقية، الفريق الوحيد في العالم هو بايرن ميونخ المخصوص في 2020، يعني مباراة واحدة، يعني خسارة الاهلي في 2020 سنة كاملة 12 شهر، خسر مباراة واحدة اعتقد قصاد نادي الزمالك، فسجله كبير، عنده لعيبة كبيرة، عنده سكواد كبير جدا في اللعيبة، عنده لاسباب كورونا 4 5 لعيبة مهمين، لكن عنده كثير من اللاعبين تعوض الناس اللي هي الغايبة. احنا اشتغلنا على الماتشات بتاعتكم بقالنا يومين ثلاثه من صدر اللعيبه عن نقطة الضعف ومفاتيح اللعب بتاعتهم، متمثله في علي معلول، متمثله في شريف وسرعات شريف وسرعات صلاح محسن، متمثله في مهاره وليد سليمان من تحت الفرد يجي من تحت يكمل، فاحنا اتفرجنا تابعناهم بصوره كويسه جدا وكنا الراجل يعني مصمم ان احنا نطلع نتيجه ايجابيه، ان احنا كنا مركزين على نطلع نتيجه ايجابيه تعويض الماتش اللي فات مع سموحه، وخسرتنا في ماتش سموحه دوري الماتش الاسبوع اللي فات يعني، فاللعبة عملت ماتش كبير نتيجه ايجابيه، كنا بنامل المكسب زي ما انت تفضلت او الهويه بتاعت وادي دجله ما اتغيرش، سواء بنلعب فرقه متوسطه سواء بنلعب فرقه كبيره، هي الهويه بتاعتنا واحده، بنلعب على الارض، ما بنلعبش لونج بول كوره طويله، بنبدا تحت من عند عبد المنصف، نبدا كوره من تحت التسلسل من عند الست باكين ونص الملعب المهاجمين بتوعنا، كنا بنعمل ان احنا نستغل تقدم النادي الاهلي في الحته الدفاع بتاعهم واصرارهم على المكسب في الشوط الثاني، فهيبقى في مساحات في ظهرهم فنقدر نستغلها عن طريق سرعات او مهاره تغيير عادل، لكن الحمد لله نتيجة إيجابية والتعادل مع بطل الدوري ده حاجة برضه نقطة مهمة جدا، وزي ما أنت قلت فضلت تقول حاجة معنوية بالنسبة للعيبة تقدر تبني عليها للماتشات اللي جاية. ليه كان في شد وجذب بعد المباراة؟ لا شد وجذب، النادي الأهلي بيلعب على طول فعاوز يكسب كل الماتشات، إحنا خسرتنا الماتش اللي فات فهتبقى صعبة إن نخسر ماتشين ورا بعض في بطولة الدوري. احنا عندنا تارجت وعندنا طموح السنة دي غير السنين اللي فاتت، جبنا لعيبة لسه، لعبنا أصحاب خبرة، جبنا صلاح امين، جبنا امير عادل، جبنا جورجينيو، جبنا ايهاب مبارك من الترجي التونسي، جبنا كالدرون لاعب نادي الاسماعيلي السابق، فعندنا عصر خبره غالب الناس السنين اللي فاتت كانوا مكملين معانا، اسمه عبد المنصف، حسام عرفات، عبد العاطي، محمد هلال، محمد رضا، احمد سعيد، الكوكبه اللي موجوده في صف عاملين ميكس بيرجع من مصر. ايوه انت خدت انذار يا كابتن عبد الواحد، خدت انذار. لا دي نظرت فيها والله، والله نظرت فيها، عارف ان ما بخافش حاجه من الطرد، انا ممكن اكون في كوره قبلها اللي هي بتاعت الشوط الاولاني دي فعلا يعني انا اقصد يا كابتن عبد الواحد كان في تنشنه على دكه البدلاء سواء في النادي الاهلي، لا لا هي الكوره، كابتن سيد عبد الحفيظ خد انذار وحضرتك خدت انذار وكان في شد وجذب بعد المباراه. ما هو الكوره الصوت مش سامع بس كابتن عبد الواحد. تمام كويس؟ كده كويس، اتفضل. بقول لك الكوره اللي اخدت فيها انذار، ما كنتش استحق فيها انذار، الكوره قبلها كنت انا اعترضت على الحكم اللي كانت بتاعت الشوط الاولاني اللي احنا بنطالب بيها ضرب جزاء، لكن احنا لو شفناها الكوره كانت من بره الخط، يعني كانت ممكن تحسب لنا فاول، احنا شفناها كجهاز فني ان هي من جوه، انت عارف الخطوط دي بتبقى قريبه ففي التلفزيون بتبقى شايفها بصوره افضل، لما طلعنا شفناها اتاكدنا لا ان الحكم كان الكوره كانت من بره المنطقه، فده كان اعتراض في الشوط الاولاني، ممكن يكون خد الاعتراض بتاع الشوط الاولاني ترجمه في الشوط الثاني وقال انا بس انا كنت بعترض خالص، يعني الحكام بتخزن يعني؟ والله انا شايف ده، بس شايفه تقدر تتراجع مراقب المباراه كابتن عز، وقال لي كده انا شايف كويس ما اعترضتش في الكوره دي خالص، هو طيب. قال لا هي بره على الكلام، فاداني انذار وانا متقبل مفيش مشكله يعني. كان في اعتراض من النادي الاهلي على دقائق الوقت بدل الضائع. تمام. ان هو اعتقد ده النادي الاهلي حقه انه يطلب وقته زي ما احنا بنطلب في بعض الماتشات، ان احنا ادينا حقنا كل نادي طالب بحقوقه، بس اعتقد ان الشرطه ما فيش فيه، احنا مش من الفرق الحمد لله مهيب ان احنا بنضيع وقت. ايوه. وقت جديد مش عامه مش طريقتنا سواء مع مستر باو فاسيليو ومع مستر تاكس،
المدربين دول دايما بيغلسوا في اللعيبه. ايوه بس في نهايه المباراه ضيعت وقت كتير، يعني خلينا واضحين في نهايه المباراه خلاص لما المباراه بتخلص يعني ضيعت وقت كتير. بس ما ضيعش وقت، ما ضيعش وقت حاجه في يعني، ما فيش لعيب وقع بيضيع وقت، ما ضيعش وقت ان احنا عبد المنصف يمسك رجليه والدكتور ينزل له، ما كناش قاصدين احنا كجهاز ان احنا نضيع وقت. ايوه تضييع الوقت في تغييرات دي حاجه عاديه، انت من خمس تغييرات بتوعك جايب الحق خمس تغييرات وبعدين وداهم اربع دقايق ما ادالهمش دقيقه ولا دقيقتين. بس حصل كام تغيير؟ ده كل تغيير حصل، يمكن حصل تغيير كمان اثناء الوقت بدل الضائع، احنا بنقول لينا ولا علينا يعني اثناء الوقت بدل الضائع كان في تغييره وكان في لعيب وقع رضا تقريبا. ايوه بس ده ما اقدرش تقول ان دي غيرت نتيجه المباراه يعني الواقع ما غيرش نتيجه المباراه. ما انت مش ما خلي بالك يعني الدقيقه مع الاهلي بتفرق. ما هو كان عنده 94 دقيقه مع الاهلي. لا معلش الدقيقه بتفرق برضه مع الاهلي في الاخر. طيب كان في شد كده وجذب ما بين عبد العاطي وما بين حسين الشحات بعد نهايه المباراه. بعد المباراه هي شدت بين اللعيبه ونرفزت ملعب، وبعد المباراه لما دخلنا جوه ما فيش مشكله وبتاع. الحمد لله الدنيا ما فيش الحمد لله يا رب العالمين. شدت بعد اللعيبه يعني. بشكرك يا ابو واحد والف مبروك النقطه والتوفيق ليك والجهاز الفني، شخصيه رائعه ومدرب رائع وحاجه كده تشرف. محمد عبد الواحد مدرب وادي دجله، شكرا ليك. طيب